صلي على محمد وعلى ساداتنا أليه وصحبه الكرام. إن شاء الله غادي نحضر كيك بالتفاح ومعسلة، جات رائعة لا في الشكل لا في المذاق صراحة. إذا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها، غتولي معتمدة عندكم إن شاء الله بمقادير بسيطة متوفرة في أي منزل. حتى في الشكل ديالها جات غزالة، تحضروها للضيوف ديالكم ولوليداتكم بوجهكم حمر. شوفوا كي جات من الداخل، جات غزالة ومعلكة ومعسلة بزاف صراحة، جات لذيذة لذيذة لذيذة. بغيتكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله كيف عجبتني انا غتعجبكم حتى نتوما. بلا ما نطول عليكم الفيديو، ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. خليكم معايا ما تمشيو حتى لشي بلاصه، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. انا عندي هنايا قبيصة ديال الملحة، غادي نضيف المقادير ونقولهم لكم في نفس الوقت باش ما نطولش عليكم الفيديو. غنحتاج 3 ديال البيضات، غندير كل وحدة بوحدها باش لا كانت شي وحدة خاسرة ما تخسرش البيض كامل. كيف قلت لكم مقادير بسيطة ما فيهاش بزاف المقادير ودغيا كتوجد. كذلك نضيف البيضة الثالثة، نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتية، كيسان قياس العنبة، كذلك نصف كاس ديال السكر سنيدة، فاني وحدة، كذلك دانون بنكهة الفاني، انا غنخلط كل شيء دقة وحدة، ما كاينش علاش نبقى نخلط كل حاجة بوحدها. نحاول نطربهم مزيان غير بالطراب اليدوي. استعملت هنا لا طحانه لا ميكسور، غادي نخلط وما نكتفي بالطراب اليدوي فقط. اسهل كيكه ودغيا كتوجد، ساهله دغيا دغيا. نحاول نخلطهم مزيان تيتخلط لي الخليط كامل. نضيف تقريبا معلقه كبيره ديال الخل، حتى الخل كيخليها هشيشه في نفس الوقت كتجي رائعه. جوج معلقات صغار، ونخلط الكل مزيان مزيان جيدا. كتلاحظوا راه بدات كتخلط لي مزيان على هذا الشكل هذا، صافي تطلق لي كلشي. غنضيف كاس واحد ديال الدقيق فورس رطب، قياس العنبه كنأكد عليكم قياس العنبه، والكاس الثاني انا خليته غير باش الا كانت ناقصاني على حسب عيني ميزاني. كنظن غنكتفي بكاس واحد فقط، بغيتها تجيني خفيفة باش تجي هشيشة، ما نكترش فيها الطحين باش ما تجينيش ثقيلة شوية. من الأحسن كما كانت الكيك خفيفة ما كتكترش فيها الطحين كتجي خفيفة ورائعة. صافي نخلطو مزيان، صافي على هاد الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. هاد الكاس ما غنزيدوش، اكتفيت بكاس واحد قياس العنبه، كنأكد عليكم قياس العنبه.
صافي بهذا الشكل. هذا غنضيف جوج خمارات ونخلط الكل جيدا. صافي هذا هو القوام اللي بغيتي ديال الكيك. صافي على ما ندهن الطاوه ديالي بشويه الزيت نحط هذا الخليط على جنب. عندي الطاوه ما كتلصقش ولكن ضروري نشوي ديال الزيت حيت غندير التفاح. بعد ما دهنت الطاوة بشوية ديال الزيت غادي نرش فيها شوية ديال السكر سنيدة ولا جبت لكم جات معسلة حيت فيها السكر وما كثرتش في الخليط ديال الكيك السكر حيت التفاح حلو ودرت السكر سنيدة كيعطي هذاك اللون ذهبي وداك اللمعان كتجي جديدة صراحة. انا عندي التفاح نقيته وقطعته دوائر وحيت له القلب ديالو على هذا الشكل حتى المنظر ديالو كيجي زوين. غنستو في الطاوة انا كيعجبني المنظر ديالو على هذا الشكل قطعته بهذه الطريقه. الاختيار كيبقى لكم قطعوه كيف بغيتو. نرش عليها شوية السكر سنيدة من فوق على التفاح صافي ونخوي عليها الخليط ديال الكيك من فوق. نحاول نوزع على الطاوة كاملة صافي. نحاول نقاد الخليط ديال الكيك مزيان في الاثناء. الفرن عندي سخون على درجة الحرارة 180 غنشعل عليها من التحت حتى طيب الكيك ونحس بها نشفات وتحمرات من التحت ونشعل عليها من الفوق طيب الكيك نخرجها ونوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. بعد ما طابت الكيك وقلبتها في الطبسان ديالي جات على هذا الشكل. هذا كيف كتشوفوا انا عندي هنا العسل والكاوكاو مطحون ومهرمش على هذا الشكل. غادي ندهنها كامله الوجه ديالها بالعسل. ما كانش العسل ممكن ديروا كوفيتير اي حاجه تدهنوها بها من الفوق كتعطي هذاك اللمعان وكتجي رائعه. ما كترش العسل بزاف غير واحد شويه باش يقبط لي فيه الكاوكاو اللي غادي نزوقها به. بصراحه الريحه ديالها جات رائعه ما نقول لكمش كي جات. نتمنى منكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق الزوينه ديالكم. صافي نحاول نزوقها بشويه الكاوكاو
متوفرش عنده الكاوكاو في المنزل ديالو، الكوك، اي حاجه متوفره عندكم ممكن تزوقوها بها صراحه. حتى الكاوكاو عطا واحد المذاق رائع، مزيان كيبقى اختياري. كيك بسيطه ودغيا كتوجد، اي حاجه في المنزل ديالنا نوجدوا بها شي شهيه لولداتنا ونفرحوهم. كيف كنقول لكم من القليل نخرجوا الكثير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالي ديال الكيك، صراحه راه جات رائعه وبسيطه، وفي نفس الوقت جات حتى في الشكل ديالها جات رائعه، جات معلكه وغزاله بالتفاح ومذاق رائع صراحه. بغيتكم تجربوها وكنعاود ناكد عليكم، خليو لي التعليقات الزوينه ديالكم راه كنقراها كامله. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.